السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكل متابعينا ومشاهدينا على قناتنا قناة تربية وتسمين الأغنام من الألف إلى الياء. لسه كلامنا مستمر عن الأعلاف. ده الفيديو يعتبر التالت لتكوين الأعلاف. النهاردة إن شاء الله هنعلمك إزاي تحسب نسبة البروتين في العلف. طبعا أنت الأول عرفت العلف بيتكون من إيه، الفيديو الأول مكونات العلف، كربوهيدرات، نشويات، الياف، اضافات. الفيديو الثاني عرفتك ازاي تفاضل وازاي تنقي وتختار العناصر اللي انت هتدخلها في العلف بتاعك. الفيديو النهاردة ان شاء الله هعلمك ازاي تحسب نسبة البروتين. قبل ما تعرف تحسب نسبة البروتين لازم تكون عارف نسبة البروتين في كل مكون من مكونات العلف. لازم تعرف نسبة البروتين في كل مكون من مكونات العلف. طبعا هتبحث في النت، دماغك هيتشتت، هتسمع ارقام مختلفة كتير في كل العناصر، كل واحد عامل جدول، الارقام بتختلف 180 درجة. انا هنقول لك دلوقتي العناصر اللي احنا هنشتغل عليها، هقول لك نسبة البروتين التقريبية. طبعا بعيد كلامي واكرره اكتر من مرة، نسبة البروتين في الذرة بتختلف من بلد لبلد ومن نوع لنوع. في الذرة نفسها، الذرة الصفراء، تختلف من بلد لبلد ومن نوع لنوع، وفي نفس الأرض ممكن تطلع نسب بروتين مختلفة. عوامل كتير ونسبة الرطوبة طبعا بتأثر كتير في نسبة البروتين. المهم الخلاصة عشان ما اطولش عليك، هنديك نسب تقريبية. احنا نسب هنحسبه نسبة البروتين في العلف كنسبة تقريبية تدينا فكرة عن نسبة البروتين في العلف. انت عاوز نسبة دقيقة جدا تاخد العلف بتاعك او تاخد المكونات وتروح تحللها في المعمل، لكن احنا مش كلام دراسة، مش كلام اكاديمي يعني. احنا في مزرعة عاوزين نعمل علف نسبة بروتين معينة. الطريقة اللي اقولها لك هتحسب بيها نسبة البروتين، والنسب البروتين اللي هديها لك في العناصر من خلالها هتحسب نسبة البروتين التقريبية في العلف بتاعك. اول حاجة هات ورقة وقلم معايا واكتب العناصر ديت اللي اقولها لك ان شاء الله، كل واحد ونسبة البروتين بتاعته الموجودة فيه. اول حاجة الذرة، الذرة بانواعها سواء ابيض سواء اصفر سواء ذرة بيضاء او ذرة صفراء بنستخدم نسبة بروتين 9%. الذرة الرفيعة اللي هي العويجة 11%، القمح 12%، الشعير 11%، النخالة اللي هي الردة 15%، الخبز طبعا ده مش حاجة ثابتة بس انا بديله 7 أو 8% بيبقى اقل من الذرة. الخبز اللي هو العيش ممكن نحسبه من 7 لـ 8%. دي كده يعتبر مصادر النشويات. اما مصادر البروتين هنتكلم عنها بصورة الحبوب، لانها بتتوفرش دايما في صورة حبوب، بتتوفر في صورة كسر. الفرق بين الكسر والحبوب، الكسر ساعات بيكون فيه نسبة قشور عالية فبتخفض نسبة البروتين، ساعات بيكون فيه اضافات تانية معاه فبتأثر في نسبة البروتين. فانا هديك نسبة البروتين في الحبوب، بعد كده لو انت بتجيب كسر هتقدر بعينك شفت نقص قد ايه على حسب جودة الخامة اللي انت جايبها. اول حاجة الفول البلدي الحب 28%، فول الصويا الحب 35%، البازلاء حب، كل الحاجات اللي انا قولها بصورة الحبوب يعني حباية كاملة مش مكسورة. البازلاء الحب 23%، الحمص 22%، العدس 25%، حبوب دوار الشمس بقشرها طبعا مش مقشورة بالقشر 15%، الفول السوداني مقشور بدون قشر 30%. دي كده بالنسبة للحبوب. الكسر زي ما قلت لك على حسب جودة الكسر اللي انت جايبه وعلى حسب نسبة القشور فيه. هنيجي الجزء الثاني الأكساب اللي هو الكسب، وهنعيد تاني، الكسب هو عبارة عن الحبوب بعد استخلاص الزيت منها. هنيجوا أهم كسب طبعا قلنا وهو أفضل مصدر بروتين هو كسب الصويا. كسب الصويا في منه 44% بروتين وفي منه 48% بروتين، بيبقى مكتوب على الشكارة. كسب السمسم وممكن نستخدمه بديل كامل لكسب الصويا. كسب الصويا طبعا ممكن نستخدمه كمصدر بروتين أساسي وحيد في العلف، مفيش منه أي مشكلة، توصل نسبته 25-30% بالنسبة لكسب الصويا، مفيش أي مشكلة. كسب السمسم ده الكسب برضك ممكن نستخدمه بديل كسب الصويا. كسب السمسم 40%، ممكن يحل محل كسب الصويا بالكامل.
قطب دوار الشمس المقشور. قطب دوار الشمس المقشور يعني الحبة بعد ما تقشرت بتتعصر وتطلع منها الزيت يعني بدون قشر 40%. وبرضك ممكن يحل محل قطب الصويا في العالم. قطب دوار الشمس 40%. قطب الكتان غير المقشور 34%. قطب بذرة القطن غير المقشور 23%. قطب الكتان وقطب القطن ما بنستخدمهمش بكميات كبيرة من 5-10% بالكتير في العلف. دي كده الحاجات الأساسية المكونات الأساسية اللي بنستخدمها. لو في أي مكون تاني متوفر عندك اكتبه لي إن شاء الله في تعليق، وأنا إن شاء الله بإذن الله هنديك نسبة البروتين التقريبية اللي تشتغل عليها إن شاء الله، تديك حساب تقريبي مظبوط إن شاء الله. طبعا انتظروا الفيديو الجاي، احنا دلوقتي بنحسبه نسبة البروتين. الفيديو الجاي يعني انت كده وصلت نسبة البروتين او وصلت العلف او عملت نسبة البروتين، الفيديو الجاي ان شاء الله هنبين لك ازاي تعرف العلف بتاعك ماشي مظبوط ولا لا، بدون تحليل وبدون معامل وبدون اي حاجة. ده في الفيديو اللي بعد ده ان شاء الله. كده احنا عرفنا على العناصر الاساسية اللي احنا بنشتغل عليها، وعرفنا نسبة البروتين في كل مكون عشان تعرف تحسب نسبة البروتين في العلفة بتاعتك. دلوقتي جه وقت حساب نسبة البروتين. هنفترض ان عندي 100 كيلو علف، عندي 100 كيلو علف عبارة عن 50 كيلو ذرة و25 كيلو نخالة و25 كيلو قطب صويا، وعاوز قطب صويا 44% بروتين. عاوز نحسب نسبة البروتين في العلف. عشان تحسب نسبة البروتين في العلف بتجيب نسبة كل مكون في العلف، النسبة بتاعته في العلف. ازاي بتجيبها النسبة؟ بتقسم وزن العلفة، احنا نقول له كله 100 كيلو، بتقسم وزن المكون على وزن العلفة كلها، يعني بالنسبة لنسبة الذرة قد ايه، نسبة الذرة في العلف قد ايه، 50 كيلو في 100 كيلو، بتقسم 50 على 100، 50 كيلو وزن الذرة في العلفة على وزن العلفة بالكامل 100 كيلو، 50 على 100 بيديك 5/10. دي كده نسبة الذرة. تيجي تطلع نسبة النخالة، النخالة 25 كيلو، وزن العلفة 100 كيلو، يبقى 25 على 100 يديك 25/100. هنجيب نسبة الصويا كذلك، 25 كيلو وزن الصويا على وزن العلفة بالكامل 100 كيلو يدينا 25/100. المثال ده بسيط عشان خاطر تعرف تحسب. طبعا لو العلفة 110 120 115 117 118 كيلو ايا كان وزن العلفة، هتقسم على وزن العلفة، تاخد وزن كل عنصر وتقسمه على وزن العلفة بالآلة، يطلع لك نسبة كل عنصر. كده طلعنا نسبة كل عنصر في العلفة. الذرة 5/10، النخالة 25%، والصويا 25%. طيب نسبة البروتين في الذرة كام؟ 9%، وفي النخالة 15%، والصويا اللي احنا استخدمناها 44%. يبقى نسبة البروتين في العلفة هتكون عبارة عن، هتضرب نسبة كل عنصر في نسبة البروتين بتاعته، يعني 5/10 نسبة الذرة في 9% زائد 25% نسبة النخالة في نسبة البروتين بتاعتها 15% زائد 25% نسبة قطب الصويا في نسبة البروتين بتاعتها 44%. يبقى نص في 9% هيدينا 4.5%. ده البروتين الموجود في الذرة، نسبة البروتين موجودة في الذرة في العلفة بتاعتنا 4.5%. نص في 9 4.5% زائد 25% في 15% هيدينا 3.75% زائد 25% في 44 اللي هي الصويا، بالنسبة للصويا يديك 11%. تجمع الثلاثة مع بعض، 4.5 نسبة البروتين في الذرة في العلفة زائد 3.75 نسبة البروتين في العلفة من النخالة زائد 11% نسبة البروتين في قطب الصويا في العلفة بتاعتنا، ال 11% اللي هي نسبة البروتين من قطب الصويا الموجود في العلفة بتاعنا. يبقى 4.5 زائد 3.75 زائد 11 بيدينا 19.5، 19.25 دي نسبة البروتين في العلفة بتاعتنا. وزي ما قلنا دي النسبة التقريبية، عاوز تجيب نسبة تأكيدية بالظبط، تاخد عينة من العلف بتاعك وتروح توديه المعمل. كده انا عرفت علفتي بتتكون من ايه، عرفت اجيب عناصر اعمل منها
من العناصر المتوفرة عندي أكون منها علف، حسبت من خلال عناصر اللي استخدمتها نسبة البروتين اللي أنا عاوزها، أنا محتاج نسبة بروتين قد إيه، وهنعمل فيديو إن شاء الله نسب البروتين اللي محتاجها في كل وقت من أوقات الدورة. عرفت نسبة البروتين اللي أنا عاوزها، عملت العلفة وحسبت نسبة البروتين بتاعتها المظبوطة، إزاي أعرف إن العلف اللي أنا عملته ده بنسبة البروتين اللي أنا حسبتها دي مظبوط ولا مش مظبوط؟ ده إن شاء الله هنعرفه في الفيديو الجاي إن شاء الله. في النهاية طبعا ما تنساش لو عجبك الفيديو الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد ومفيد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.